سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وحين عاوك بلا بين عشر كيني تفسيرك آيادة بقول كوب يسقاشا سورة البقرة، وحانو ينوغو جوغا آيادة لبا بقول إيا لبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من
قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اللهم ارزقنا تلاوة هذا القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا قال الله تبارك وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل الله سبحانه وتعالى وحبرتا إنه قاقور رميا قاب كالولا نقميه كفار تحربيين تا يددك مسلمين تا الله دقال ميا دين تو دانا إنا كفتنا يا ربا آياد سبب نزول بيلا هيد لكن عبرضو ماها سدي مركات المامان علومدو بخصوص سبب ماها عبرد وحويان بعموم اللفظي واللفظي قعام نمديسة معناها قود وكورم يوهي هذه حالة دنيا يا هيد حالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسي سوى جهدي حالات كستو الله ميضا ضدك مسلمين تسوى جهيسة ويتلماميسة آيات دي كهر ريسي آيات دان حو إلهي مؤمنين تفري إني ودد إلهي كلمة إلهي سر ريسين تيدا إني أدق علمان وقاتلوا في سبيل الله بو الله جل جلاله ودد إلهي كدق علما وفي إعلاء كلمة الله كلمة إلهي سر ريسين تيدا أدق علمان مسلمين تو الذين يقاتلونكم قوة إذن لدر ريه إذن لدق علما إياه لدق علما ولا تعتدوا هنحد قدبنا أعد عن إذن لدق علمين أما إلا لدق علما عن متيسا هل لدق علمنا إن الله لا يحب المعتدين أيا لقصوا قنانا ذي آيضا إلهي دتك معتدين تام جعله ولدتك لدك علم يا مسلمين كفار حربيين لا يلاحظوا يا لقوا الرمية خاصة نمك نبقى يا سيين صلوات ربي وسلامه عليه يا كفار قريش هذا الله وحوري واقتلوهم نمك الله يا حيث ماشي ثقفتموهم أطوها شابا وأخرجوهم كسارة من حيث ماشي أخرجوكم أي إذنك إذن كسارين والفتنة فتنتا وعددك ودينتا لغا فتنة صرف الناس عن الدين با فتنة الله إلى هذا أما أصد عن سبيل الله أيا أشدك أدق من القتل دلك ولا تقاتلوهم هنك ولا ديررنا عند المسجد الحرام مسايك حرمد لأكتيسا كلا ديررنا قال هذا حتى يقاتلوكم فيه إلى أي إذن كلا ديررين
فإن قاتلوكم هدي إذن كل الدقالمان مساجد كحرمة لي حرمة ذي سيلالي ويان فاقتلوهم إذن كنا مركا لا يوي أو لدقالما كذلك سدا ساجزاء الكافرين قال أبال كوغوا سدا فإن انتهوا هدي كهران دقال انك إذن كوضان شرك جناء كهران وإلهي أطوبت كينان مسلمين نائي نغضان فإن الله إلهي غفور إله دم بداف بدن ويانا وحي قلين إلهي وودافيا رحيم إله نحريس بدن وين وقاتلوهم دقالما حتى لا تكون إله لقوايه فتنة إله فتن لقوايه فتن تنوين الشيخنا وحوي وصرف الناس عن الدين دتكو الدين تا لقل إحياء فتنة إله فتنة لقوايه وحدينت إلهي سبحانه وتعالى في دينت هذا هي انتشار كي غهر جوكس ده إلى لقوايه ويكون الدين دين كنا هو هذا لله إلهي دين كسائد كأه الظاهر كأه ومركز إلهي دين كيس النقض فإن انتهوا هذا كهران لدقال لنكينا فلا عدوان حد قذب ما أهان إلا على الظالمين ضدك الظالمين تقردر نمو يعني الله سبحانه وتعالى وحو مؤمنين تأغوش يا غيبرتا قاب كي أولدق ميان قال هذا حربيين ته وحدوك تيهي نبي قينا محمد عليه الصلاة والسلام إن مكة وكه جروذي مؤمنين فربدنا أي كه الرئيين مكة نوحي أهيد ماشي كل شان يا أي كبر بارين لكن مركي الدين تي لو قبت بعدين وعي إسكون الديان إن يدتك كل إحيان دينته قارب ظن أي كد لين به واكي أي هجرودين لون أقلاضي إن هجرودان أنتي ما كهضوا أي من مؤمنين تكون على عين دعوتنا أي سعتي وحد هذا أو لا شرعي يمجرم مؤمنين ته وحامر والبلا قولا هاؤون كفوا أيديكم قعمهن إذن كل لافته سلاة دقوغة إلهي وحي أعمال يدقو دوانس صالحة ليماده فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره اسكعفية كجيست إلى أمرك إلهي كإيمانه سبحانه وتعالى مركي هدباء المسلمين تسوه جرودين النبي قال محمد عليه الصلاة والسلام يسقون مدينة يمد هل كان لغو سوى دوية دولة دي إسلام هل كان أي كأساسا تي أي وحال فري مركا ما دام هذا أي إس أبابولي كران إن وحي صدون تا قال أي إسكاد عيان ما دام وقف ومؤمن كي عزيز يهي وقف شرف ليهي إله وين واحد كان وكحني هاي وقرر كي يقوش اللي قرب جوغة إنو مركا قفكي مؤمن كا دقالمو ودين تي سؤود دفاعه وفتن تنو مركا عدي ودا ودك تدي قودرو هذا بني مكي قريشات وادرك تينو دقالب بطن بيسو قادين قارف ربطن دوالا قاعد كاريسات قرنيسان دقال كي بدر والله صعوتان حالة ديسا دقال كي وحدنا مؤمنين تدبات مركا كتم يتحقوا قوم باكينتي مشكلة دي كل عضي هذا بس سند كي لحد أي نبي صلى الله عليه وسلم سجون دجال بأسعن أصحاب لا كن يدور بقول هنا أي لا صعته أي هو حضاني إن إسك صعم رئيسا لما كي قال هذا هذا كورجوك استمرك ولأديدين يجو أمرك كون دعوني هذا حتى دجال أسعن عرفت أيام مركا نجود عيدين نك يشلي طولك بحي أيام ما أنت يسقى عيد أو تمشي قلي مركا وإن أتصنت كا يسقى عاد نجار نقطة هشيس كيد عاد قرن إنسانة صعبت قاركود نمركا يلق وعيين مركي الدمرة مركي أركين وناجي سه هشيس كا يبر وقضى إسلام كوقتيمد وكوي عاد كوقق ومونا يي مراجعة الرسول كأيكم هذا الكوع العلني هشيس كاسلا قري هذا بهشيس كي أيوة حلوه هشيس سنة كصوص عليه تضباط إنه رسول كي مادو
شروط بالا كلا قرتي صدح معلومات إنه ماشى جوجيو سقي أصحابتي سيور الجوجيان عمره سنة يان وحبنا عن اللي سوقلي بالا قرتي هذانا تيبا المسلمين تكشكيين إن قريش بلن كي أوفين ويدو دقالنا أي بشا بلاها حرمين وبلاها حرمة لا يا مركا مركا لوجيري ود القعدة أيا سند كي هري معناها سند كي لحد بشيد القعدة أيا رسولك اللودي عليه الصلاة والسلام أذو مسلمين تي وحي كب غدين إن بلنتي أي كب حدا قريش بله حرمة لها شرفت لها أنا أي لدى قالمان ما هذا بلا صبين إن بالحرمة لدى قالمان معها تيبي كورهم إساء آياتكم ويا محيري واقتلوهم كدي لوي قال هذا حيث ثقفتموهم يلا الله مير كستوتكو عركتان وأكوي حد قدم كيدو كوذي وأخرجوهم كسارا من حيث أخرجوكم مال الله ماشي أيدي كسارين ما كايدي كسارين سوما يدو كنا كسار هذا يدقال يدو كسو قادم وي ولا تقاتلوهم هكولان الدقالمين عند المسجد الحرام مسايدك وحرمة الأكتيسة ويقيم شرف أيو إلهي سيه سبحانه وتعالى إن لقو أكدقالمنا وحارا حتى يقاتلوكم في إلهي ذو كولان إح دقالميا هذا يو دقال كيب الآبان وحرمة مسايك إلهي ويا البادئ أظلم بالله إذا هذا إذن كولان لدقالم ويسكدعية فإن قاتلوكم هذا إذن كولان دقالمان فاقتلوهم لا يوي كذلك سداسة جزاء الكافرين قال هذا أبا الكوغيهي مرك آية ظهر علماء قاركود وحي له هذا وحي منسوخ كوتا هاي آية دي آية الصيف آية الله إلى هذا سورة أنا قلت قدونه سورة التوبة الله سبحانه وتعالى مرك وحوم مؤمنين توش يا جيا وضده وجو أنصف سن إني ما كان ليس قد عنكروا فإن انتهوا هداي كهران دجال كينا شرك جيا كفر جيا قال لماذا إلهنا أصان نقدان بلاك هذا فإن الله إلهي غفور إله دم برداف بدم ويجي ونما كان قال هذه وحي إن كل سمين يين دينتي أي مركا لدى قالم يين إيو جهات كي إيو دقال كي إذن كوا دين وحيب إلهي واكر دافا يا قفكم مركو طوبت كينو رحيم إلى نحرس بدم ويجان وقاتلوهم لدى قالم حتى لا تكون فتنة لدى قالم ويقال هذه مركا آيات دا سوحي نوت الماميسا غاية الجهات كي إلى قرما جهات دمان كرا وحرمان يا حتى لا تكون فتنة تحسن صوت قلما هزوما إذن الجهاد ماض إلى يوم القيامة جهاد كوامد صعون يا إلى يوم القيامة وايو قال دين تلد قال لما ينمركا ده مرض مايو وجوغ يا مر والبا بل إساق أو سيح دي ديسان يا أو انت سو أساليب ودين لولد دقال لما كان يا أيو جيري ده وين لا أركا مركا مسلمين يقونا geesiyala oo markaasi cizo iyo sharaf leh oo isku duuban oo gaalka marka diinta Ilaahay ka difaaca in tansurullaha yansurkum bu alay ya ayyuha alladhina amanu ku iimaanka laga helayo in tansurullaha yansurkum hadad allah diintiisa u gargaartan wayaani allahna waa idin gargaaraya wa yuthabbit aqdamakum gumadhihina ilaahay wa sugaya طيب فإذا كان الأمر كذلك أردتم مركي سداته الله وحده سبحانه وتعالى وقاتلوهم لدغا لما حتى لا تكون فتنة إلى فتن لقوايو ويكون الدين لله دينك سائدك عالم كنا ونغضو إله دينك سبحانه وتعالى دينك إسلامك توحيدك إلى نغطو فإن انتهوا هذي كهران لدغا لنكينا إيه فتنين تأيذ كوضان فلا عدوانا إلا على الظالمين حد قذب ما أهان إلا ضدك الظالمين تأوم بأمركا وحد قذب بسارين هاي أولا لدك ألمي لكن قف إسكك هدايا أدقون أدسك دين الشهر الحرام بالشهر الحرام بسلا يدي هرؤون بي إسكم مناصباء هايانو بليه حرمض لها بي كتحرجين مسلمين تيو أي وحوغا إلى هذه الملاه وحبا إذن كسو قاني بالحرمض وشرف لهذا دك ألمتان إلى مركا وحور الشهر الحرام وبش حرمه ذلك يقتص وحلاوق قصاصتا أو أي أودجانتا بالشهر الحرام بالحرمة لا أي أودجانتا والحرمات وحيابها حرمه ذي هلا حرمه ذلك إلى حرمه السيينة قصاص ووحي إسكو إسكو دجمان معنا وحلاوق جيده
نمكن بيشا حرمات لحد إذا لا تقالما إذا كنا لا تقالما وي فمن اعتدى متك حد قدبع عليكم كركينا فاعتدوا عليه إذن كنا مركا أبال مريوي اعتداء قادم به إلا تلماما يوماها كهور إلا مدماها حقا مقع أم بيسا قمديهن يكلمة دواقيقة لكن ويكال دويهن اعتداء دهوره واحد قدبكي آن بنارين كدام بنا وأبالكي حد قدبكاوي وحالا مدى وجزاء سيئة سيئة مثلها مركا سيئة الدنب دماها حمان ewa abaalkii aad markaa abaal marintii ninkan ku soo doontay aad ugu jawaabi lahayd way marka carabtuna way isticmaali jiray maadaama oo quraanka luqad carabiga uu ku soo dagay oo dadkii lagu soo dajay ay ahaayeen dadkaasi carabta ah wixii ay isticmaali jireen iyo waxay fahmayeen baa lagu la hadlaya faman ihtada alaykum qafki idin ku xad gudba cidi idin ku xad gudba fa'tadu alayhi idin kuna abaal mariya بمثل ما كي كل مدى اعتدى عليكم إذن كحد قدبين وحيد يالان وحل مدى ون إذن كنا يالا واتقوا الله إلهي كبقضا وأيو حد قرن إسان قفكم مركو عرود حد قدب بولي مادا سوما حد قدب كوحا كايلا لن يتقوى ذا إلهي سداد راد به ربي إن فري واتقوا الله إلهي كبقضا واعلموا وحد وقاتان أن الله إلهي جل جلاله مع المتقين ذاتك الله كبقضا أيو لجراء ومعية خاصة وي معية عامة ماها تذكر رب إلهي معوغ وي لكن معية ده هل كان لغو شيئا يوا معية خاصة ومعية ولجريتان قارو أدرك المتقين تا بالنصر والحفظ والتأييد بو إلهي كل جرى سبحانه وتعالى وأنفقوا بحية في سبيل الله ودد إلهي وحكوا بحية تذكي هذا كأهاب على الله ضياء إيقا أنت وحكوا هاي ولا تلقوها كطورنا بأيديكم قعمه إننها كتورنا إلى التهلكة هلاك كتورنا قعمه إننا هلاك كتورنا أو كفريسي قال لك فريسان الجهاد كاب هلاك وحد قرن إسان حديث كي نبيك كسونا ذا عليه الصلاة والسلام رسولك الشيغي ومدو مركي الدنيا دو دون رالي إساقا أهاتو جهاد كنا أي كتغان إن لغو صلط يسلط الله عليكم ذلا إلهي ذل النمو أيو إذن كسلط يواكي رسولك عليه الصلاة والسلام تاسو آن لإذن كسيبين مرنبا حتى ترجعوا إلى دينكم إلى دين تيني أرسان قنسا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوها كتورنا بأيديكم قعمهن إلى التهلكة أي لا تتركوا الجهاد في سبيل الله وتشتغلوا بالأموال والأولاد جهاد كهكتقين وأتكون مشغوشان مركا عرورتي يا أولادي وتسببت يا محايم يا مركا دوتها لك سميسان وأحسنوا وناك لي ماد وصمف لي ماد في جميع أعمالكم أعماشي نوردن صمف لي ماد إن الله إله يحب حج عليهي المحسنين ضد صمف يا شباب الله حج عليهي جل جلاله الشهر الحرام بالشهر مضله بالشهر الحرام بالحرمة لي أودقانتها والحرمات وجمع حرمتنا والحرمات وحيابها حرمضله حلاه حرمضه ويا لنا قصاص وكوي اسكود دغما فمن اعتدى متك حد قدب عليكم كركينا فاعتدوا اذن كنا مركا كو حد قدب عليه اسغا كو حد قدب معناه اسك دعيوي لكن اسك دعنتاسي انتي لاقتاي وا بمثل ما اعتدى عليكم انتي اذن يالين ان لم يدعون اعتداء حد قدب كلا الله يمن السن مجرته ما حاط هنا اذن كهر جوكسن كرا واتقوا الله الهي كبغر لانه التقوض وحياة فعل الاوامر واجتناب النواهي وحي لقو فر الله يما وحي لقو دي لنا كهر وعلموا وحانا دو قاتناك الله كعبسا دلتي مادان نتيجة كدلنا سامحيتا يوحد هليسان الهي بابا اذن لجربه لان الله لجرنا عجبنا السن مجرته وعلموا وقاد ان الله الهي مع المتقين ضدك الله كبغض أيو لجراء معية سنوحاني ومعية خاصة ومعية خاصة وأنفقوا كبحية مالكين في سبيل الله ودد إلهي كبحية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم قعمه إننها كتورنا إلى التهلكة هلاك كتورنا مالك هلب خيلنا جهاد كانها كفريساننا لبرا سهدائد عظم حادعي هلاك بدنفتي إني كتورتين
وحن أكتهين جهاد هدي الله قال يمال لقهم مارمو. ولذلك بصوبناها صلى الله عليه وسلم وحكوت ترسينا يمرك جهاد لقال إن دتكي وحيست أي وح بحيان دتكي أقعد عداي جهاد كسته وح بحين جري كغيب قلي شري عثمان بن عفان بأوجه الرئي دقالكي أقعد كا نبي جوح أكين عليه الصلاة والسلام كن دينار بو أكين ورسولك نبتي سصوش بي عليه الصلاة والسلام وكي يري مانتا وحي كدن بيا عمل عثمان بن عفان أو وقفتها يردي بيا مجرتو من جنة سيب سليب وها إلهينا وحولي سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله مالك عقفكم مالك سنة جهادك وكقب قالك را نفتي سنة جهادك وكقب قالك را ومن جهز غازيا فقد غزا من دولة ينك الدياريه ألافت كل دولة ينا الدياريه اسنو الدولة بيكتغنطا إن بالمدينة لرجالا ما صرتم مصيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو كما قال عليه الصلاة والسلام مدينة ركبة فديبا رسولك عليه الصلاة والسلام صعد ميدان صعون تقن ميدان قوين إلا هدات سميسانا معينهم بأهوه إذن لسعودين يقولون حق أجريقا وإذن لليهين أوائي يضدك أمحاكو دعي حبسهم العذر عذر دار باريبو أما وحي كل جهادان بيوايين أما وحي قاتان بيوايين لكن يدي وأن من مركا معين هايو مركا إذن لجري وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا سما فلي ماذا دمان عمل الذي نؤردن إحسان وإن ظلت ماذا إن الله إله يحب حج عليها المحسنين إلى عدتك سما فلياشا يوجع عليها واتم الحج والعمرة لله إلهي مركو آياتك هرى إنو شيغي أحكام تكو آدن صونك أيا وحا هدى لو حجسيي أحكام تي حجك كو آدنين واتير كمدة رشا إسلام كإنقفك وقرق إلهي سبحانه وتعالى وقصديه انت أنا وحاول حيسة والله قاقا ورمي قتال كي الجهاد كي أحكام نوالي نغسي ما دامه أو أي دعي كريس يقو مركا أصحابتو أي حج تغان إن دغال لقو قادو محيسة مين أنك يدعى والمسوار أغني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال تعالى ربي وحلي واتموا دميستر الحج حجك والعمرة عمرة لله إلهي درتي ودميستر إلهي درتي عملك حجك إيا عملك عمرة ومركات قد قشان وإن دميسترتا إذن كل الله إمانا يا أركان تودي يا شروط دودي إسكنا إلى لنا يوحي إسكا إلى لي اللي يدكو يلي فإن أحصرتم هدي الله إذن شره هدي الله إذن قؤذوميو هدي الله إذن حبيسوه فما استيسرا وحاد لطما دان أما دشينا ما تيسر وحي فضوضا ومن الهدي هديئة ولا تحرقوها نحيرنا رؤوسكم ماذا حيدي إنها حيرنا معناها تما حيرنا ويان حتى يبلغ الهدي إلى هديه أدوى الدين أغاري محله ماشوك حلالو بي هل كي لو قلت لقلي إلى أغاري. طيب فمن مدكي كان هذا منكم حالو يدك يدك مديا هاي مريضا مدحن صنيا أو به أمو كسك هاي أذن دباته أم حنون كاسو من رأسه مدحيسا كهيستا معناها وحوي أو به كسك هاي أذن مرض حنون من رأسه في رأسه كسك هاي مدح وحنون كهي ففدية ومرك عدة تميد حيرة إن اتماها إلا حيرة ومن محظورات الإحرام وحيابها قفك حج كيسا خلخلنا يا أيه كميتها هدبها دو قفك تميه إسك حيره إساقو اللهم صل على محمد واحد نباتوها يستآني تشيرين داود دنبابي بي أي أمركاسي شرعي قو قيا لا هدبها قفك هدي ضرورة هيساء محنون بو هيو تميه حيره ففدية وي حالة قولي هاي ففدية وفدية فدية سوا محي من صيام صوم أو صدقة أما صدقاء بحنيه أو نسوك أما قورع صمينيه تاسال قليه فإذا أمنتم مركز آمن نقطان فمن متكي تمتع مركز راحيسته
بالعمرة عمرة كرة حيستو كتمتع إلى الحج إلى حج كلاجا جاري وقت حرنا يو فما استيسر من الهدي أي فعليه سجن كركي سوحا ما كي استيسر فضاده من الهدي هديئة هدي بالغ الربا يسقون إنه بحيه فمن لم يجد قفك هلي ويا هديقا فصيام ثلاثة أيام صدح مع الموت سون كود أيا اللي قولي يهي وفي الحج انتو حجك كجرو وصام يو وسبعة تضام مع الموتنا واللي قولي يهي لكن وقارما إذا رجعت مركات صون نقطان ودنذي إني أدكو نقطان تلك تاسي عشرة وطبا كاملة لما يشترى صدح مع الموضة وحجك لحدي سأوكو صوما يقفك أن هدي جيهر يطوان مع الموضة ومركو صوانا أي وحنو شيرا تضاو مع الموضة ومركو صوانا وصوما يواطبان كا ذلك حكم كاوحا إسكاله لمن عد لم يكن آنو أهان أهله أهل كيسو حاضر المسجد الحرامي مساجدك حرمة له كوي مركا حاضر كي الدقن ذاتك أهل مكاة أهل حرمك حكم كان يجب ملها تمتعنا ملها هدي قاسنا ملها واتقوا الله إلهي كبغض مسلمين يهي وعلموا حادوا قاتان أن الله إلهي جل جلاله شديد العقاب عقاب كيسو إني الدران تهي الحج حجك أشهر وابله معلومات ليقانو وابله ليقانو بلا هدي حجك والله وابله ديو يا مركاسي دوري طبعا فمن فرض فيهن الحج فمن متك فرض كل لازميه نفتي سفيهن بلها دحدوده الحج حج كل لازميه حج حده فلا رفث ها صادوها صاو دمر اما هذا الدمر لو لك كفتمو لا ايمان ما يوم بناني ولا يمادو ولا فسوق طاعه كبحنا ما بناني ولا يمادو ولا جدال ضدنا ما بناني ولا يمادو صدح هذا سبب في الحج قفك يسقوا حجك حدي انه لي ماذا ما بنانا وما تفعلوا وحي ات سميسان من خير خيرنا يعلمه الله الهي باؤك وتزودوا صهيقاته فان خير الزاد التقوى صهيل قادن الله صهيل قاتنا وحا وخير بدن التقوى لك عبس استورد وقفك استوره واتقوني اني قوني قبقدوي يا اولي الالباب دتكي عقلي عافماتك قبيل هايو دتكي عقلي سليمك لهايو أني قايق بعض بغضب الله سبحانه وتعالى ولنا وحين كجرنا آياتك حجك ليس عليكم كركي نما أهبوا الليل جناح وحدن بيو إذن سارا مجرو ومحي إذن كسارا أن تبتغوا إنا الطلبتان فضلا ديرات من ربكم حق الرب جنك هذا معناها مركز حجك تكتان إن تكجر عصتان أما جنا عصبات جيسان أما جنا عصك سقطان واحد ذنب يودي كسر المجرتو وحال أجاته إن وقت جاس كهر أي مركز أكتر ذكاء هيد وحن بنارين قفك دو حجي ما دو إنه مركز تجارة استو تيبا ليه هيد واحد ذنب يودي إنسان مجرو وقت جنا عصن كرتان فإذا أفضتم مركز كصوب تعدان من عرفات بورتي عرفة مركات كسو دي بتاعدان وضعت كواد عرقتين دي ويسو بتاعان سيدي بيو مركا بتاعي وكالي فإذا أفضتم مركات كسو بتاعدان من عرفات عرفات مركات كسو بتاعدان فاذكروا الله إلهي حسى عند المشعر الحرامي مشعر الحرامك ومسايك سهلك إلهي أكتي هلك أكو حسوي مسايك واذكروه إلهي سبحانه وتعالى حسى كما سدي هداكم ربي إذن هنونيي وإن كنتم محر أهيدين من قبله هنون انتا كهر لمن الضالين كوالون سنة وحباء أنقرنهم بار أهيدين ثم أفيضوا حد كسو برغتان وحد كسو بتعدان من حيث ماشي أفاض الناس ضدكو أي كسو شب أي مركا كسو بتعان واستغفر الله إلهي ندب داف ويديستا إن الله إلهي غفور إله دنب داف ذنوي رحيم أون حريص بدا الله سبحانه وتعالى وحوهل كان نوغو الرمي إن لو باهاي قفك مسلم كي إيه مركو عملك حجك قرو إنو دميستر واتمو دميستر الحج والعمرة أعماشي حجك إيه عمرة مركات قشان
ودمايستر لله لأجل الله إلهي درتي ودمايستر إمك قفك هديه الصلاة قاله أو صلاة داسي وحي كجبيني ولي مادو دوك بحيا صلاة دي دبو لمركا أسو ويسيسان يمركا دبو صلاة دي وقال يا زوما لكن قفك عمل حج مركو وقال كما بحي كرو هديه محظورات لي ميد ووضياؤن ووضياؤن سند كدنبو ونو هدنا سوى حجينية معنا واتا سوى يقا شابتايو حجكو انسك دينية لقا أقولان ما يلاد دم يسريس سيدا صلاة دوكالي معها وأتم الحج حجك دم يسترى والعمرة يو عمرة دي يادو دم يسترى سان مركة لله إله ودم يسترى درسي سبحانه وتعالى فإن أحصرتم مركة ايك لابا ميد بي نقر مركة إن قفكا أوتغو حجك يا مركة سيبلتك حرمضة لها iyadoo wax ka hor joogsanaya aanay jirin marka sidii saxda ahayd ayuu acmaashii xajka wala imanaya waqtigii hadiga iyo meeshii hadiga lagu qalayayna sideedii buu wala imanaya laakiin ka war hadii loo diido qofkii hadii loo diido barta loogu diiday buu ka xalaalobaya hadigii uu wadeena bartaas uu ku gowracaya halkaas ay kaga egtay way hadaba fayn xirtum hadii la idin sharo أول ليدين عليه فما استيسر من الهدي فعليكم كركين وحا ما استيسر أي ما تيسر وحي فضضاد أو من الهدي هديية أي كركين أو هلكا كو رعوي ولا تحلقوها ححيرنا رؤوسكم مذحين أنها حيرنا تمهي مدح هيسك حيرنا إن واد أركتنا مركو قفكو حرمضه وحيابه بدن بمركا كحران إنه سمايو إنه تميه مركا إسكحيرو إنه عديه وقره وحصور دن بحين نقنسا حرام بيكن نقنسا إنه در طولن ومركا دي سداد قرن إيسان وقفكو وحدو وحصور دن ووحي حرانته ولا تحلقوا رؤوسكم مدح يدي نتموه وقنا هحيرنا حتى يبلغ الهديو إلى هديو وقاريو محله ماشو كحلالو بي إلى وقاريو حتى يبلغ أي لا تتحللوا من إحرامكم إحرامك إنها كحلالو بنا محا إحرامك لقى حلالو با إما إن لحير مضحا أما لقاب يصوما حتى يبلغ الهدي محلة إلى هدي أقاريو ماشي لو تلقى لإن لقو قورعو فمن كان منكم مريضا حال دي ذين مضحي لحيرتي ميه صوما ميانا يبنى نانكر مضح لحيره نعم وأمرك أي قفك وحنوك دعو فمن كان منكم مريضا متكي حالو إذنك إذن كميديا هاي مريضا مت حنون سنية ومدحي سكر أبو حنون أو به أذن أما وحبابا كقرد سيوا مدحي أذن من رأسه ففدية كان وحوي حلو لي هاي فدية في ذي بالوش يقو من صيام صنوي أو صدقة أما وصدقه وحصام يصدح معلومات أما صدقه بحنية وصدح ساع وحب بحنايا لح مركاسي صدح ساع وبحنايا لح مسكين بوسينايا مسكين كيبو حليا نصف ساع ففدية من صيام أو صدقة أو نصك أما نف بوجورعية وقف كي مركا لو حلالي أما لو بنيي إنه مرح إسكحيرو دباتو مرح كجتي مدرادد قال تعالى رب وحيل فإذا أمنتم مركد آمن نقطان وده هريب أدى آمن نقطان وحيد شرنا أدويدان فمن تمتع متكي كرة حيستبي العمرة عمره إيه مركا عمره حدا تمتع حد قرنا سنة حاج قصدي أنا صوق هذا نوع صدح نوع ويان تمتع أيا كمذا مركا تمتع هو يقف كي بقى عمره حنا نيا كدي دمان أعماش عمره دور دم بولا إيمان يا ونكحل على لوبيا دركي سعاد وسكر قصنا يا مارك حاج كلوب حيو أيوة مركا حج كحرنايا هذا هو التمتع هذا فمن تمتع متك كل راح يستبع عمرته إلى الحج إلى وقت حجك فما استيسر من الهدي استجنا وحال الولية هدي بالولية فما كيبا كركي استيسر أي تيسر فعليه كركي وحا ما استيسر أي ما تيسر وحي وفض هذا من الهدي هدية فمن لم يجد قفك هلواية هدي قاسي
مجرى ودك له أولو بنيها فصيام ثلاثة أيام صدح مالموت صوم كود أيال أقربا في الحج إنتو حجك كجرى وصاميو وسبعة يتضبو إذا رجعت مركاد نغتان تلك تاسنا عشرة كاملة وطبان دميستران ذلك حكم كهالا صوشي قوحا إسكالي لمن عد لم يكن أهله أهل كيسو آنو أهين حاضر المسجد الحرام كوح مسايك حرمة دقن معناها كوه مكاد دقن دادك أهل مكا حكم كان ملها تمطو عانا ملهوي يعد الدبادك إيمانا يسأيها تمطو عان إسكالي واتقوا الله إلهي كبغض وعلم واحد وقاتان أن الله إلهي وين واحد كيه شديد العقاب عقاب كيسو إنو درين يهي الحج حجكم أشهر وابله معلومات ليقانو وبلا حجك قرمي بلا ما وحوين شوال ذا القعدة هي ذا الحجة ذا الحجة وذا ما يسترن ماها إلى نعم انت سوين والله بدا بلوت يدور يطمكا وانت بلا حجك إلا يقانو أو إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أجدي فمن فرضها دبقفك اللازمية فيهن بلاها دحدودة الحج قفك النفتي سحجك لازمية حج حدا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدح ذا الرموت بالربائن وسكيل عليهم رفث قوام حي وها صاود مريا هذا الكي لقح شون يي انكو اسلام تيسا وكو ارانا يي اتمر بحجك قشو كوما بنانا فسوقنا دوا فاسق نمدي افحمدي اوي جدال كان دوا ضد يو يتاي ده صومالي لغا كريمايو يا دعايه ايو دود ايو ان حتى ددكي دوافي اي دعايه يار ايو وكا قاربا واحد شيغي ماركا نين مخو اركاي ان مخوها كعبدي كو دوافايو اوي موغت ايغو صومالدو وي ارغتو قلف يو ياجر ماركا سو الدم مخو غلا كان الا دبي بدن ارك كي خشوعي اوي بصرا دال الله و الى رجع قلب سند وتعجويس امك كصبح الضوافك امك عمر ادرى و خا شكن يا سياسه ريه بلي تاسو كشكن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير بلا ذاك وما تفعلوا من خير وحي ات سميسان وخيرا ود واحد جرى ددك قار كفايديستا جرى مركا حجك مركا تغول ددك هودن كيلا غانت و خا غديبي وحي اركيان انو بلدك يهي بلد بركيسا سادرات صدقات هوسا أعمالك لأن إلهي وقيا سبحانه وتعالى تيبا إلهي محليه وما تفعلوا من خير يعلم الله وحياة صمي إسان وخير ألا وقياه سبحانه وتعالى وتزودوا صحيقة فإن خير الزادي صحيح وحا أخير بدن التقوى لك عبسي أما إصدور إدبا أخير بدن نقفكوا إصدوروا واتقوني يقبق ذبو ألا يلي سبحانه وتعالى يا أولي الألباب ضدك مركع عقلك السافق وصحيح الباب وجمع لب ولبكة وحويا وتمرته وحاجر الروح بيلا هاي آد الصافية مركضتك عقلك الصافية أهايوي ليس عليكم كركي نما أهان جناح ذنبي أن تبتغوا أن تبتغوا إن طلبتان فضلا ديراد من ربكم حق ربك كهذا إن كان عصتان مرد الحاجك تكتان إن كان عصتان وح ذنبي ودشي النصار المجرته واتقن عصان كرتان فإذا أفضتم مركز كسوب بتعدان من عرفات عرفات فاذكروا الله إلهي حسا عند المشعر الحرامي هل كان مشعر الحرام كأكتيس إلهي كحسا واذكروه حسا كما هداكم سدو ربي إيدين هنوني وإن كنتم واحد أهيدين من قبله إساق كهر واحد أهيدين إلهي هنوني انتي سكور سبحانه وتعالى لمن الضالين ذاتك اللنصن بعض أهيدين بو الله إلي سبحانه وتعالى قال تعالى ربي وحليلي ثم أفيضوا وحد كسو برقتان من حيث أفاض الناس ضدك هل كي كسو أي بتاعيا إذا كنا كسو بتاعا وحد تصلوا لها ضيا لما كي قريشات أي ضدك إسكير سريسين شيرين وحورين شيرين أن أقول أهل الحمص بأنه حرم كما كما بحنا حدود حرم كما بحنا بيورين شيرين إذا كما كان مزدلفون بيوجوكتي عرفنا حرام كوكا بحسنتها يحدود ديدا داد كالاميد نغدا لقولي مركا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس رسول كمركا محالة فري عليه الصلاة والسلام إنو عرفك صبر قرصو ماها قريش نو كميديا رسولك عليه الصلاة والسلام وحالي قريش داد كا
soo butaacaya halkaa ay ka soo butaacaya kala soo butaaca واستغفر الله إلهي دنب داف ويديسته إن الله إلهي غفور إلهي دنب داف ذوي رحيم وأن حريص بدن فإذا قضيت مركات ضميستان مناسككم عبادتينا مركات ضميستان فاذكروا الله إلهي حسن كذكركم حسيتان كيني أوكله آباءكم آباياشين أدحسي جرتين ووحي سمين جرين من كاس مركي ضميستان عماشا حاجك سوق باجريي أي سوقي ما دانو hada iyo xaj kiiba kaga baxay ay halka isugu faantami jireen qol walba qabiilkooda aabayaashoodiyo waxay ahaayeen bay deesamay iyo marka ay ka sheekeyn jireen tiiba loo diido maxaa lagu yiri ilaahay xusa fadhkurullaaha ilaahay xusa ka dhikrikum aabaakum husutaan kinni aad xusayseen aabaakum aabayaashino kale aw ashadda dhikran ama ka daran husitaan ilaahay subhanahu wa ta'ala xusa أو أشد أمك أدق ذكرا حق حسيتانك إلهي إن بدن حسوي فمن الناس دتك وحاكم إذا من عدبا كم إذا يقول أرني ربنا ربك يو آتنا نصيب في الدنيا دونك إله وحيسيب ليه وما له في الآخرة من خلاق وما له قمسنا في الآخرة آخرنا من خلاق وحدافة أما النصيب كل إياه لمجدرت معناها دتك هل كهتقيا وحاكم يدد هم يوغو يهون أدوني ودد ونباير هذا حاج كانوا تقيا waxaad xajka ugu tagaysaa noloshan aan ku jiro wax marka la eegan karo ma xajkan tagayaa haye waxaad halka saalka isagoo baraya halka dadku ilaahay aakhir iyo dambi dhaaf isagu ilaahu waxaysi la waxaysi la waxaysi la waxaysi tayib nimba waxa wuxuu ka sheekay laba no way isku ag ducaysanayaan marka nina wax badan ayu ilaahay weydiisanaya lacab badan bu ilaahay weydiisanaya midna wax yar bu weydiisanayay marka uu maqlay waxuu ku yidhi anagaaba ku siin intaas adigu maxaa anagaaba intaa ku siin buu ku yidhi isagu dambanaayo buu weydiisanaya kana wax yaran marka waxa jira qaar lacag iyo adduunye uun intaa weydiista ilaahay baa ka sheegay labadaba labadaa unba loo kala qaybsamaya nin aakhiro maba soo qaaday ilaahu caafimaad ilaahu lacag ilaahu caruur ilaahu inaad weydiisato ilaahay way bannaan tahay oo wax kuu diidan ma jiro laakiin dee meesha aad tagtay inaad ka faa'iidaysataa la rabaa waxyaabihii kale halkaa safar baad gashay soomaa diyaarad baad raacday safar baad gashay wixii sanadka aad tagtay wixii kaaga dambeeya garanmaysa inaad gaariyayn kale imisaa markaa lahaa sanadka dambe aad tagiso uu lahaa karoonihii ugu dhaco cumrana tag waaye xajna tag waaye soo ma jiraan soo ma jiraan dad badan qaar badanoo sidii ku dhintaa jira oon tegin markaa fursadda alla hadduu ku siiyey waxa ugu badan ad ilaahay weydiisata ha noqoto markaa آخر أمد توجيها بل آيات الدنبا وفيرسو ومنهم وحاكم إذا من يقول عد أو ننيس ربنا ربك يو آتنا نصيب في الدنيا أدونك حسنة وناك نقصي بلا قد سقو سقوة كوبيبا إله أدونك وناك نقصي وفي الآخرة حسنة آخرنا إله حسنة يقصي وقنا عذاب النار بلا قد إله النار تعذاب كيغن يقيل انت أبها تاتر هذا محا الحسنة في الدنيا وحي إلى ذن علمات وحوي وعافماتك iyo daarta waasaca ballaaran iyo islaanta wanaagsan wey islaanta wanaagsan haw dayma laan xasanada adduunka ka mid tahay maxay ka mid tahay xasanadii adduunka ka mid tahay hase islaan qallafsan ilaahay kugu aadiyo oo nicmadaad siinaysaba aan markaa ku shukriyeyno ku mahadnaqay oo ku cunaysa xasano maaha wa minhum haye man yaquulu rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana de yadna xadith walaa xaraj جنة الله والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ورضوان الله الحسنة في الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مركض الله بري يسد على هذا يسقب أيضا سيسجدرت بري هذا سيسجدرت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدونك كم مارمي ما يسد حسنة يوناك مو مارمي يسد آخرنا دي يضوى ما يشهد سعطيبا محاهدا لقو قنانا دي وقنا عذاب النار إله النار تعذابك إله نجا إله أولئك طبقوا سبوا الله سبحانه وتعالى وأكوى إشارة سيء يكون نقرا سامر كه مدد كلا وضيبة كوي الدنيا كل يوم يدسين إلهي بس كون كوا الضبة وكوا الضبة وين أولئك الذين يسألون الله تبارك وتعالى سعادة الدارين لبدا الدارود جوش هذه وناجي كوا يدسين إلهي لهم حوصنا هذه نصيب داف وافرة
مما كسبوا وحي كسبتين بو أغسقنا ذي عمل كي سمينيين إلا يقول دوانيين ديف وين بي كهليان دنيا آخر والله إلهينا سريع الحساب حساب تيسو تي دق دقتاي كي دق دقتاي وإلهي سبحانه وتعالى إلهي حسابته ينفض أيديه عمل كيننا الله وناجيه والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.